محمد اليوم المشاهد التونسي ولا هو اللي يطلب الدبلجة التونسية ولا يرتاح كي يتفرج على مسلسل نعرفش أنا تركي ولا بون نحكي في تونس هوني خطر التجربة كانت رايدة فيها نسمة دبلجة المسلسلات التركية باللغة الدارجة متاعنا اليوم يرتاح المشاهد كي يلقى عمل تركي مدبلج بأصوات تونسية يلقى فيها روحه اي على خطر نحبوا ولا نكرهوا اقرب له يحسوا المسلسل يعني وقت اللي قبل كنا حتى في السيليكسيون دايوغ كنا نكونوا عندنا مجال ضيق عندنا مسلسلات مدبلجين ديجا باللهجه السوريه با فورسيمون يكونوا معناها ينطبقوا مع المجتمع التونسي دونك توا ولينا بالدارجه التونسيه بالغنيه الجينيريك التونسيه زاده يحس روحه فيه المسلسل المتفرج جوستومون المصفحه الاولى في المسلسلات ولات اول امبريسيون ياخذها من اغنيه الجينيريك وحنا نعرفوا ان الناس ما كانت زاده عندها تجربه نسبتي العزيزه تجربه قلوب الرومان قطوس ترميد موجوده فيها زاده بطبيعه هي قطوس ترميد زاده باش تكون جينيريك تونسي بون احنا ديجا عدينا اون بروميير فيرسيون في الكونفرنس دو بريس الاغنيه كلمات هادي هلال توزيع سامي معتوقي واداء وتلحين حسن الدوس بطبيعه تحت الاشراف الفني نتاع زميلنا محمود السعيدي يسلم عليه زاده يخدم من جنود الخفاء ديما احنا زاده كنا جنود خفاء وهنا خرجنا للضوء توا دونك خدمه مزيانه برشا كما قلت لكم هذه ان بروميير فيرسيون مازلنا نخدموا عليها ان شاء الله يكتشفوها العباد ان شاء الله في سي ان برودوي دابيل هو راهو الجينيريك في حد ذاته معناه ينجم واحد ما يكونش معناها انتريسي بالمسلسلات ولا بالدبلجه حتى بالدبلجه هو دايوغ قلوب الرومان وقت اللي بداوا العباد يتفرجوا فيه قالوا ترفض نوعا ما من الاول من بعد قلوب الرومان كان بورتون في 4 أشهر الاولانيين كهو تعدى في 2016 عمل احسن نسبه مشاهده في 2016 الكل وقناه نسمه كانت القناه الاولى والاكثر متابعه في 2016 غراس اونتر اوتر للدبلجه وللشوا اللي خديناه مع قلوب الرومان وبالنارين بالطبع.